ليفربول مش مقدره رايح برشلونة او ريال مدريد، متضايق علشان شرط الكابتنة. طيب قبل كل ده، هل فكرت انك تقرا الحوار الكامل لمحمد صلاح مع صحيفة اس الاسبانية؟ لو انت ما قريتوش، احنا جايين في حلقة النهاردة علشان نحكي لك كل اللي حصل بالتفصيل الممل. الحاجة الأولى إنه صحيفة أس الأسبانية هي واحدة من أكبر الصحف على مستوى العالم. حديث الأسبان عن محمد صلاح هو جزء مفيد بكل تأكيد من الناحية التسويقية، وبالتالي من المتوقع إن الفكرة تكون محببة سواء بالنسبة لصلاح أو بالنسبة لوكيل أعماله. الحاجة الثانية، وهي فيها جزء شخصي بعض الشيء، وهو إنه أول انترفيو عملته لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت اللي بتشرف بالانتماء إليها كان مع والد محمد صلاح، وكان المطلوب هنا معرفة كل كواليس صلاح في حياته في فرنسا مع فريق فيورنتينا، حبه للعيبة بعينها في إيطاليا وغيره وغيره. بالتالي كان بديهي جدا إنه صحفي أسباني بيعمل انترفيو مع صلاح لجريدة إسبانية إنه هيحاول الربط بينه وبين فرق إسبانيا وبأي حاجة لها علاقة بإسبانيا، وده يوصلنا لصلب الموضوع. ثلاث أسئلة مهم نلاقي عليها إجابات وإحنا بنحكي لك الحكاية. هل صلاح عايز يمشي من ليفربول؟ هل ليفربول مش بيعامله على إنه نجم زي ما بوتريكا بيقول؟ وإيه تحديداً اللي مضايقه من موضوع شرط الكابتنة وليه؟ بداية، كل اللي هيتقال هو ترتيب الأسئلة وإجابات محمد صلاح عليها مع صحيفة أس الأسبانية، واللي بعد كلام معتاد عن مباراة توتنهام وعن مورينيو ابتدى الحوار يسخن بسؤال صحفي الأس لما سأل محمد صلاح وقال له: هل تفتكر إن أنت عندك القدرة إنك تاخد لقب هداف الدوري الانجليزي للمرة الثالثة؟ بيرد صلاح انه دايما بيسعى لتسجيل الاهداف، لكن مصلحة الفريق بتكون هي اهم شيء، وانه ليفربول يحقق الفوز، علشان يرد عليه الصحفي بسؤال تاني بانه كسر بعض الارقام القياسية، وايه الارقام القياسية الجديدة اللي هو محتاج انه يكسرها. بيرد صلاح للمرة التانية في نفس السياق، وبيقول انه عايز يحطم كل الارقام القياسية، وبيأكد من تاني عن انه مصلحة ليفربول هو اهم شيء. لحد هنا كل اللي نقدر نستنتجه ان صلاح بيحاول يرد على الاتهام اللي متصدر ليه بانه لاعب اناني، وبيقول: انا عندي الطموح ان اكسر كل الارقام، لكن تظل مصلحة الفريق هي الاهم، علشان يبدأ الحوار يحلو اكتر ويتسأل صلاح عن ارتباطه بريال مدريد وبرشلونة، ويتحول للحديث عن إسبانيا. وهنا بتبدأ الإجابة تظهر عن السؤال الأول: هل فعلا صلاح عايز يمشي من ليفربول؟ صلاح كان رده هنا رد منطقي وطبيعي، شأنه شأن أي لاعب كبير، قال إن الفرقتين فرقتين كبار، وإنه ما يعرفش إيه اللي ممكن يحصل في المستقبل. لكن يبدو إنه الأسئلة كانت مجهزة للنوع ده من الردود. بيسأله صحفي الأس وبيقول له: انت شايف نفسك تقدر تكمل مع ليفربول لحد امتى؟ هنا بيرد صلاح وبيقول ان مصيره في ايد النادي، لكنه بيشدد من تاني على انه عايز يكسر كل الارقام القياسية الموجودة مع ليفربول. رد واضح وصريح، ولا ينم ابدا عن اي حالة من حالات الغضب او اي رغبة عند محمد صلاح في الرحيل عن ليفربول. بعد السؤال بيقرر الصحفي انه يسأله عن موضوع شرط القيادة اللي كان يفترض انه صلاح يحصل عليها في مباراة ليفربول مع ميتلاند، علشان يرد صلاح بنبرة غاضبة انه مستاء جدا انه ما خدش شرط الكابتنة، لكنه في نفس السياق بيحترم قرار المدير الفني، علشان تبدأ هنا تظهر الإجابة عن السؤال التاني: هل فعلا ليفربول ما بيقدرش صلاح؟ في مباراة ميتلاند في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من الشامبيونز ليج، قرر يورجن كلوب أنه يعتمد على محمد صلاح في التشكيل الأساسي. بيكسر هنا صلاح رقمين قياسيين بتسجيله أسرع هدف في تاريخ ليفربول في دوري الأبطال، وأنه بيصبح كمان الهداف التاريخي ليفربول في دوري الأبطال. بعد المباراة بيتكلم يورجن كلوب عن محمد صلاح، وبيقول أنه لاعب استثنائي، وأنه مش محتاج أنه أرقام تثبت ده، لكن لو كانت الأرقام بتثبت لبعض الناس فهو فعليا بيحقق الأرقام. لكن يورجن كلوب أضاف لتصريحاته جملة مهمة جدا. كلوب قال إن لو صلاح كان بيسجل كل أهداف ليفربول ورغم العدد الضخم اللي هو سجله، إلا إنه ده ما كانش هيبقى كافي علشان ليفربول يحقق النجاح
اللي حققه على مدار السنين اللي فاتت، وعشان كده كان شايف ان من حسن حظ النادي ان في لعيبه تانية في الملعب بتقدر انها تسجل اهداف. كلوب قال انه صلاح بيساعد الفريق على النمو والتطور، لكنه عارف ومقدر قيمة انه الفريق كمان بيساعده. هنا بتيجي الاجابة على السؤال التاني، اذا كان معنى تقدير ليفربول لمحمد صلاح هو انه يحطه في مكان اعلى من الباقي، فده من المستحيل انه هيحصل، لانه ليفربول في عهد يورجن كلوب عمره ما هيكون فريق اي لاعب، ومش هيكون غير فريق يورجن كلوب، وده فعليا سر نجاح الفريق لحد دلوقتي. مش بس سر نجاحه، بل انه تفسير لحالة شاذة جدا في كرة القدم بانك تشوف صلاح خارج وهو غضبان من الملعب، او ماني خارج وهو غضبان من الملعب، وتلاقيهم في المباراة التانية موجودين مع بعض في الملعب بيباصوا لبعض وبيلعبوا مع بعض وكأنه مفيش اي حاجة حصلت. ده ببساطة لانهم عارفين انه مبدأ العدل موجود في الفريق، وانه مفيش تفضيل لاي حد منهم على حساب التاني. كمان اللعيبة دي حست بان يورجن كلوب قادر انه يحميها من الاعلام، في الوقت اللي العالم كله بيشوف ساديو ماني وهو خارج من الملعب في مباراة كريستال بالاس وهو بيبرطم، بيخرج يورجن كلوب بعد المباراة وبيقول انه ماني ما كانش متضايق من التغيير، لكنه كان عايز يشوط الفاول مش اكتر. كمان كلوب قدم الحماية لمحمد صلاح اعلاميا بعد قصة فرح اخوه واصابته بالكورونا، وغيرها وغيرها من المواقف اللي ممكن تتحكى وتتقال وتؤكد انه ليفربول عمره ما هيكون الفريق اللي ممكن يتنجم فيه حد على حساب التاني. نرجع تاني لموضوع الشارة والإجابة عن السؤال الثالث، ليه محمد صلاح كان متضايق إنه ما خدش شرط القيادة في مباراة ليفربول مع ميتلاند؟ الحقيقة إنه اهتمام محمد صلاح بالشارة هو رد فعل طبيعي لشخص كان متوقع إن حاجة تحصل لكنها في النهاية ما حصلتش. ما نقدرش نحمل الموضوع أكتر من كده، لأنه ببساطة ما كانش متوقع إنه صلاح يبتدي المباراة دي في الشامبيونز ليج، لأنه الفريق كان حاسم تأهله وحاسم كمان تصدره للمجموعة. أخيراً علشان نكون لمينا الموضوع بالكامل، هل الانترفيو مع صحيفة الأس أثر على قرار يورجن كلوب بإنه يبقي محمد صلاح على مقاعد البدلاء قدام كريستال بالاس؟ ما ظنش أبداً إن الكلام ده منطقي، لأنه المنطقي أكتر هو اللي كلوب قاله بعد نهاية مباراة كريستال بالاس، قال إنه صلاح كان محتاج للراحة شأنه شأن اللعيبة اللي ريحت، وإن المباراة دي كانت فرصة مناسبة إنه يريح فيها، وبعد ما شفنا المباراة وفاز ليفربول بالسبعة أظن إن ده تأكيد على إنه كلام يورجن كلوب كان صحيح في النقطة دي. كمان لازم نضيف النقطة دي إنه صلاح عمل مجهود كبير جدا قدام توتنهام، واحد من أكتر اللعيبة اللي عملت خطورة كبيرة جدا على المرمى، وده يوصلنا لأهم نقطة في الحكاية كلها. Here's Mohamed Salah. So it's another stunning moment. 7 for Liverpool. إعلام بيتكلم ماني زعلان، إشاعات كتير، قاعد احتياطي، أنا محمد صلاح، أنا سوبر هيرو، أنا اللي هنزل وهعمل أسيست وهسجل هدفين منهم واحد R2 حاولت فيه كتير من أول السنة لكني منجحتش فيه، هحطها المرة دي لأن أنا رايق وفايق ومش هممني حاجة من اللي بيحصل. محمد صلاح لاعب بيقدره ليفربول وبيقدره جدا مدربه يورجن كلوب، حتى لو فكر في انه يخوض تجربة جديدة فده هيكون من باب انه عمل كل حاجة مع ليفربول واصبح الطموح حاليا هو البالون دور. لو قرر ده فهو حقه الطبيعي انه يشوف نفسه العنوان الاهم لنجاح تجربة نادي مش مجرد جزء من نجاح ليفربول، لكنه في الوقت الحالي وطبقا للي قاله في لقائه مع صحيفة الأس انه مش شايف اي حاجة قدامه إلا كسر الأرقام القياسية مع ليفربول السنة دي، علشان كده هيفضل صلاح دايماً وأبداً بعقليته هو سوبر هيرو.